وسهلا بحضراتكم. هنعيش مع بعض مغامرة يابانية مثيرة جدا. هاني صلاح وشريف نادر أقنعوا مجموعة كبيرة قوي من نجومنا إن في مذيعة يابانية، مذيعة بتتكلم عربي ملخبط شوية. المذيعة دي عايزة تعمل لقاءات معاهم، والحقيقة كل نجومنا وافقوا على الفور. وأول ما جم اتسألوا أسئلة دمها خفيف جدا، وكانت إجاباتهم دمها خفيف جدا جدا جدا. وزيادة في التأكيد كان هو ده بالظبط اللي بيحصل معاهم. تعالوا معانا. شاطئتكم أهلا بابن مصر العظيم، أهلا بابن النيل الأهرامات. في البداية شاطئتكم في مدرسة الراهل الكبير إبراهيم الهكار تخرج الكثيرون. شاطئتكم أبرز هؤلاء من ملامح مدرسة الأستاذ العظيم إبراهيم الهكار. هو في البداية طبعا أشكرك للتقديم الجميل. في البداية هو كان مهنته مطرب وملحن في الإذاعة المصرية. بعدين لما حصل صدام بينه وبين رئيس الإذاعة بسبب أنه اسم الحجار ما عجبش رئيس الإذاعة واترفد من الإذاعة، فقرر ان هو يلغي طموحه الشخصي لانه يبقى نجم ومشهور، وانه يكرس حياته لانه يدرس ويعلم جيل كبير من المطربين اللي طلعوا من تحت ايده بعد كده، امثال لطيفة التونسية ومدحت صالح ونادية مصطفى وشيرين وجدي، ناس كتير يعني، واحمد الحجار، وانا وعدد كبير من المطربين اللي اتشهروا، وفيهم اللي ما اتشهرش قوي، فيهم طلبة أكاديمية الفنون اللي هو كان أستاذ فيها. كان أستاذ الكبير عظيم إبراهيم هكار مدرس في معهد عالي. أيوة. للموسيقى العربية. أيوة. أستاذ كبير. لغاية ما توفى، حتى هم الأيام دي من سنتين من ساعة ما توفى مش لاقين حد يمارس المهنة اللي هو كان بيمارسها، أو أنه يعرف يعلم أجيال كيفية الغناء أو كيفية خروج الصوت والحروف وتعليم الموشحات والأدوار القديمة. لماذا سيادتكم لا تكون بذلك أنت أعظم مطربي مصر المعاصر؟ لماذا لا تكون أنتم بهذا الدور التي كان به الراهل العظيم إبراهيم هكار؟ أشكرك طبعا، بس هو كان عنده مقدرة على التعليم، يعني هو يقدر يدرس، لكن أنا ما أعرفش أدرس، ما أقدرش أعلم حد يغني إزاي، أعرف أغني بس. أنت عظيم جدا في مصر، أنت عظيم. ما أهم إضافات بعليك همتي لكم في بداية مشوار سياساتكم؟ هو لي فضل كبير، أكبر فضل بعد فضل أبوي علي. طبعا بعد ربنا، يعني بفضل الله، يعني أنه كان في حظي أنه يبقى فيه إبراهيم الحجار أبويا، ويبقى حظي أن بليغ حمدي الموسيقار الكبير العظيم هو اللي اكتشفني، وهو اللي قدمني للناس بأول ألبوم ليا اللي هو على قد ما حبينا، ثم بعد كده كمل معايا المشوار لغاية مسلسل بوابة الحلواني في الجزء الأول، وده مسلسل مشهور. أبطل همولي سعطيتكم تخني. أيوة. أبطل همولي دور عبدو الحمولي في مسلسل بوابة الحلواني. بليغ حمدي اللي لحن. بليغ حمدي براهيم الصهن. أيوة. المكرك. ايوه، كان تاليف محفوظ عبد الرحمن. ايوه، واخراج ابراهيم الصح. والاغاني كانت اشعار سيد حجاب، والجزء الاولاني الحان بليغ حمدي،
وده كان آخر أعمال بليغ حمدي يعني بوابة الحلواني. وبعد كده عمار الشريعي اللي كمل. عمار في عطيتكم أفضل نجم غناء عربي غنى ألحان قديمة، لماذا في عطيتكم هكرت هذا تماما تكهتم غناء هاتيس؟ في مشروع جديد أنا يمكن نشرت عنه أخبار في الجرائد لكن ما اتكلمتش عنه في أي تلفزيون. لأول مرة هقول لحضرتك إن أنا بعمل مشروع اسمه 100 سنة غنى. 100 سنة غنى شتاتكم صغير، شتاتكم صغير جدا. لا مش الغنى بتاعي أنا يعني جايب الغنى اللي حصل في 100 سنة الماضية اللي فاتوا، جايب من أيام محمد عثمان وعبد الحمولي مرورا بزكريا أحمد وسيد درويش وعبد الوهاب والموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومنير مراد ومحمود الشريف. يعني همسك الغناء في 100 سنة الماضية هعمله في 16 ألبوم إن شاء الله كله غناء قديم. إن شاء الله إمكانيات شعطاتكم على الصوت أكبر كثير جدا من حس شعطاتكم في الأطواء، لماذا؟ أنا ما بعتبرش كده. عادة الصحفيين شايفين انه وده حب منهم يعني او تقدير ليا، شايفين ان المفروض اني اطلع في التلفزيون اكتر من كده. انا بشوف انه الحاجه السينيه زي ما بيقولوا عليها يعني حاجه هاند ميد، يعني اصل ممكن تلاقي ساعه موجوده في كل المحلات اللي بتبيع ساعات لكن في ساعه معينه او جوهره معينه حته ذهب معينه مثلا ما بتلاقيهاش غير في محل فلان فقط. سيعطيتكم فده احسن لي. سيعطيتكم من افضل كواهر مصر الهاتيسه. اشكرك. البومات سيعطيتكم حتى الان ايكال بالليل انا كنت يدك، هذه افضل البومات، هل توافق سيعطيتكم؟ يعني هو في الليل انا كنت ايدك فقط. يعني انا متصور ان رباعيات صلاح جاهين اللي لحنها لي سيد مكاوي عمل هام جدا، وحتى لو كان اي مطرب تاني غناه كان هيبقى عمل يدخله التاريخ، لانه يكفي ان الكاتب الكبير المرحوم يحيى حقي يكتب في كتاب فصل كامل عن رباعيات صلاح جاهين، مش عن شعر صلاح جاهين كله، عن رباعيات صلاح جاهين، وانه يقول انها افضل من رباعيات الخيام. ده عمل مهم. سيعطيتكم نقول يعني سميت بعض البومات سيعطيتكم افضل نجم غناء يستطيع ان يقول رباعيات صلاح جاهين، سيعطيتكم افضل. هو كان يعني كانت علاقتنا كويسة وكان بيحبني أكتر عشان هو كان رسام وأنا كنت رسام كمان وخريج كلية الفنون الجميلة زيه، فكان في علاقة وطيدة كده بيني وبينه. وبعدين هو كمان اكتشف إن وعي السياسي بيحركني كمطرب وبيأثر عليا كمطرب، فاهتم جدا بي سياسيا وفنيا. يعني ما اسمح لي سعادتكم الفنان، ما رأي سعادتكم في مشاعر الحب، مشاعر الحب في مشاعر الرومانسي كستايل غناء؟ يعني سعادتكم ما رأي سعادتكم في المشاعر الرومانسي في مصر، هل يوجد مشاعر؟ مصر كلها مشاعر، يعني معظم الوقت مصر وقع تحت ضغوط استعمارات مختلفة، ودايما هي اللي بتدخل الحروب، ودايما هي اللي شعبها وحكومتها بتفتقر ويبقى عليها ديون عشان ندافع عن بقية الدول العربية الأخرى، لأن احنا موقعنا الجغرافي
والسياسي مهم جدا جدا والتاريخي طبعا. فلازم شعب بقاله 7000 سنة بيعاني من حروب وفقر وموجات ويفز فوق وتحت كل شوية، لازم يبقى عنده مشاعر فياضة ولازم يبقى ابن نكتة زي ما بيقولوا. شخصيتكم مرعي، شخصيتكم عطارة العصيمة والهرمات والاستهمام في النيل العصيم. كل فترة زمنية مرعيتكم في الاستهمام في النيل العصيم. يعني ما أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني دايما بعد كل حرب تلاقي في حالة فقر مادي يتبعه فقر اجتماعي وذهني وذوقي. فالاحتياج للأكل والشرب بيخلي الواحد لا يعني هو ده همه الوحيد، ولا ينظر إلى الفن ولا الجمال ولا التذوق. فيعني بيحصل بعد كل حرب في أي شعب في الدنيا انهيارات أخلاقية، لكن سرعان ما بتتصلح ثاني بمجرد أنا عارف عارف حضرتك بتقولي إنه بتشوفي ناس ساعات يستحموا في النيل مش كده؟ ويهملوا أمال؟ يبقى ألغي السؤال ده حضرتك. الاستهمام بالآثار، الاستهمام بالآثار، الاستهمام بالصحة، الاستهمام الاهتمام بالأي إنه إحنا نهتم بالنيل العظيم، الآثار العظيم، السياحة العظيم في مصر. يعني حضرتك شايفة إنه كل ما بنحاول إن إحنا نهتم بالآثار بتاعتنا وبالنيل وبالسياحة لازم يحصل من الخارج، مش عايز أقول أسماء دول يعني، دايما يحصل يا إما مرة يبعتوا ناس يعملوا مذبحة في الأقصر، يبعتوا ناس يعملوا إرهاب لضرب السياحة. كل سنة لازم تحصل حاجة لضرب السياحة في مصر، لأن لازم البلد دي تفضل فقيرة عشان هم يرتاحوا. يعني شخصيتكم كما قلت من قبل، شخصيتكم تمتلك كنوزا من المشاهد والتراتيل الدينية. هل سوف يكون تكابسا إذا طلبنا من شخصيتكم قوسا صغيرا غناء؟ ما فيش تجاوز ولا حاجة، أنا شغلتي إن أنا مطرب. ممكن. أنا ممكن أقول لحضرتك توشيح صغير، موشح صغير كان بيقوله الشيخ علي محمود. الشيخ ده بقاله أكتر من 70 سنة، بقاله عمر طويل قوي. جدد الوصل قد عدم طرقا، تحمل بالقرب قبل البعاد. جدد الوصل قد عدمت رقادي، وأتحمل بالقرب قبل البعاد. أنت قصدي هو بغيتي هو مرادي، أنت قصدي وبغيتي ومرادي. لا تحارب بنظري،
وضعيفان يغلبان قويا، فضعيفان يغلبان قويا. عظيم شعثاتكم، شعثاتكم عملت كثيرا في التلفزيون، في السينما، في المسرح. أي أقرب إلى قلب شعثاتكم؟ المسرح طبعا، المسرح أقرب حاجة لقلبي، لأنه في حياة أكتر، وفي زائد أنه العمل الدرامي بيمشي بالتتابع، الحدث بينمو بالتتابع، غير التلفزيون او السينما. ممكن نعمل النهارده مشهد من اخر حلقه او من اخر الفيلم، وبعدها بساعه نعمل مشهد من اول الفيلم. لماذا؟ على حسب ترتيب الديكور. يعني مثلا هنبني ديكور لفيلا، مثلا هيتعمل فيها مشاهد في الفيلم من الفصل الاول ومن الفصل الثاني يعني كده. لكن المسرح بيبقى فيه تسلسل، زائد انه الجزاء الواحد بياخده من الجمهور ورد الفعل. جزاء يعني الناس بتحب، بتستحسن، بتسقف او ترفض. يعني ده اكيد بيبقى فوري كل يوم. يعني اكيد جميع الناس يقولون برافو برافو دايما. الحمد لله لسه ما حدفونيش بالطوب. لماذا الطوب؟ لماذا؟ عشان انا حجار، حجاره. انت كمان. لا بقى بقول نكته، يعني بهزر، انه ما حصلش الحمد لله. الشعب المصري طعمه خفيف، الشعب المصري كريم، شفتكم جميل. الزوكة اليابانية مشهور في الطاعة للزوك. الزوكة المصرية مشهور بالطعام للزوك. أيهما أفضل، زوكة يابانية، زوكة مصرية؟ الطعام للزوك في مصر، الزوك دائما يأكل كثيرا. أنا ما اتجوزتش يابانية لغاية دلوقتي، فمش عارف الأكل شكله إيه. يمكن تسوق يابانية شاتاتكم؟ طبعا طبعا، لأنه يعني حتى من القراءات وكده وسفريات أصدقائنا، يعني ليه واحد صديق لسه راجع من اليابان بعد 3 سنوات، تسوق ياباني، كان هتزوج يابانية بس كان بيشتغل هناك بقاله 3 سنين، فيعني بيقول لي يعني ست من أفضل الستات في العالم، يعني الزوجة اليابانية. لكن في نفس الوقت أنا مش أكيل قوي، يعني مش بهتم بالأكل. أنا خير متسويكة، أنا خير متسويكة عليهم والله. إذا تحب على الهواء كده شكرا. هذا أبا في على يابان صراحة، أنت كميل مصر شهامة، أريد كما في مصر أتمنى. نحن في اليابان مسرورون بالبحث العلمي الذي قال تعاون بين قدماء يابانيين قدماء مصريين في بناء الأهرامات. هل سيادتكم تتعلم هذا البحث؟ هل سيادتكم مسرورون في نتائج هذا البحث؟ هو اللي عرفوا ان في أهرامات في اليابان، قدماء يابانيين ساعدوا قدماء مصريين في بناء أهرامات في الجيزة، هل سعيد سيادتكم؟
لا يعني ما قريتش المعلومة دي، لكن أعرف إنه في أهرامات في اليابان شكل الشيب شكل نفس طريقة البناء بتاعت أهرامات التي صغيرة جدا صغيرة. أيوه، بس يعني الثابت تاريخيا إنه المصريين هم اللي بنوا أهراماتهم. حتى اليهود ساعات يقولوا، يعني لما حصل معاهدة كامب ديفيد وقف بيجن تحت سفح الهرم هنا وقال أنا سعيد بأنه الأهرامات العظيمة اللي بنوها أجدادي اليهود، كل علماء الآثار في العالم ردوا عليه قبل حتى علماء المصريين، وأثبتوا أنه سيدنا موسى أو أن اليهود دخلوا مصر بعد بناء الهرم ب 320 سنة قبل الميلاد. هل يمكن أن أطلب من سيادتكم لو سمحت مرة أخرى غناء حاضر حديث ممكن؟ حديث ممكن. هناك ألبوم سمعته لسيادتكم، لا أذكر اسم صوت حديث، غناء حديث لسيادتكم. حاضر هقول لحضرتك أغنية من الأغنيات اللي بعملها في الشريط اللي هينزل بعد شهر إن شاء الله. دي أشعار فؤاد حداد وألحان محمد عزت وتوزيع تامر غنيم، بس طبعا مش هقول التوزيع دلوقتي، ما معيش موسيقيين. يا العروسة اللي بتغسل خلاجتها في خليجي، من شفايفك تمر معسل دوجي قلبي خصم ليجي. يا العروسة اللي بتغسل خلاجتها في خليجي، من شفايفك تمر معسل دوجي قلبي خصم ليجي. اه يا هز النخل جبلي طرح بحري وطرح جبلي، اه يا هز النخل جبلي طرح بحري وطرح جبلي، اه يا هز النخل جبلي طرح بحري وطرح جبلي، والفقيره تحتكم لي بالمرايه اللي تزغلل. يا العروسه يا العروسه اللي بتغسل خلاجتها في خليجي، من شفايفك تمر معسل دوجي قلبي خصم ليجي. اللي بيت على الحصيرة لف خلخلها الجزيرة، اللي بيت على الحصيرة لف خلخلها الجزيرة، اللي بيت على الحصيرة لف خلخلها الجزيرة، علقتني بالضفيرة الغزالة أم الغزيل. يا العروسة يا العروسة اللي بتغسل خلاجتها في خليجي، من شفايفك تمر معسل دوجي قلبي خصم ليجي، الى اخره يعني. عظيم. هل هي هل اساس سيادتكم هل سيادتكم كالمصريين تحب المرح احيانا؟ تحب سيادتكم كاد دائما تحب المرح احيانا كوميدي سيادتكم؟ انا بحب المرح على طول الوقت، لكن يعني انا هقول لحضرتك حاجه، يعني كل المسرحيات اللي عملتها من 20 سنه كلها ادوار كوميدي. في الحياه الهكار هيا، يعني انا على طول في وسط اصحابي بنحب نهرج ونضحك ونغني وكده، لكن الجديه في العمل دي مش معناها ان الواحد مش بيحب المرح. يعني هل لي صوره لسيادتكم؟ صوره لسيادتكم صوره اشوف في العربيه لما صوره لي لسيادتكم لحضرتك طبعا. هل ستكون سعيد صورة لي أعطي لسيادتكم؟ يا ريت. ستكون سعيد غير سعيد؟ طبعا أكيد. كده من نشوى مصطفى. أيوة يا سلام. ممثلة جميلة ومثلت معايا قبل كده. يا حبيبتي. يا حبيبي.
سؤالي مش باين خالص. لا ما هو مشوهه طبعا. ولا مره. مش يا حبيبي يا حبيبي انت. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. فنانه طول عمرك. انت اعظم حد في الدنيا. لا لا ما يبانش ما شاء الله.